ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ومبسوطين دايما. انا طالع بس اتكلم في موضوع مهم جدا عشان الناس اللي سألاني يعني ازاي انا قدرت ان انا اتخطى اصابتي. حاجة بسيطة طبعا، مش 100% او 70% حتى، بس النقطة دي اللي انا وصلت لها ممكن تكون مهمة بالنسبة لناس كتير من المصابين او مستخدمي الكرسي المتحرك. في حاجة انا اول ما الاصابة حصلت لي، في حاجة انا كنت ماشي عليها لشوية، دي فرقت معايا جدا 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 في ان انا اقدر ان انا اقف على رجلي. ايه هي اول اصابة؟ الدكاترة نصحوني ان انا لازم احمل على رجلي كتير وعلى فترات في اليوم، مش مرة واحدة مثلا ولا مرتين، كل ما اكون فاضي اقف شوية مثلا ربع ساعة نص ساعة على قد ما اقدر. ازاي بقى الحاجه دي عملوها لي اول ما رحت في المستشفى؟ لما انا رحت ابتديت العلاج الطبيعي والدكاتره قالوا لي ان انا لازم اقف على رجلي، في مش في جميع بس برضو المراكز في حتت معينه، في سرير عباره عن جهاز كده، سرير المفروض ان انا بنام عليه. وطبعا انا كده كده قبل ما اوضح لكم الفكره، يعني اول اصابه ما كنتش حاسس برجلي خالص، ما كنتش حاسس بالجزء النص ده تحت ده خالص. فطبعا العقل اصلا نسي ان ازاي الرجل هتتحرك. ماشي، ازاي بقى يعني نحاول نعمل تنشيط للعقل ان هو يعرف ان رجلي فعليا موجوده، بس العقل ناسي ان هي بتتحرك ازاي او هي بتقف ازاي او هي ليه مهمتها اصلا. ماشي، فاحنا عايزين ان احنا نحاول ننشط العقل، نحاول ان احنا نحمل على رجلينا عشان ما يحصلش ضمور في العضلات. احنا قاعدين او نايمين على السرير ما بنحركش جسمنا. الانسان حتى في الطبيعي، الانسان الطبيعي خالص النورمال خالص ما فيهوش اي حاجه، لو فضل قاعد مثلا في حدود ساعتين ثلاثه ولا ساعتين يجي يقوم، يقعد بقى في الظهر مظبوط مظبوط. ف احنا كمصابين لازم ان احنا نحمل على رجلينا. ازاي بقى؟ في المستشفى زي سرير احنا بننام عليه، السرير ده اصلا غالي جدا، وانا هقول لكم ايه الفكره البديله. السرير ده غالي جدا، السرير ده المفروض بننام عليه وبنتربط هنا من عند الصدر عشان ما نملش كده، وبنتربط من على البطن عشان ما نتحركش وسطنا، وبنتربط من عند الركبه عشان بنتربط من عند الركبه هنا عشان الركبه ما تتنيش ونقع، وبنتربط من عند المشط رجلي. يعني ايه؟ يعني يكون الجسم كله ثابت ما يتحركش، بس محملين على رجلينا، جسمنا كله محمل على رجلينا. احنا مش حاسين في اول فتره، بس رجلينا بتحمل عليها. وطبعا ما بنام واتربط يروح بقى السرير بريموت كهربا كده يروح مايل خالص عشان نفضل واقفين 100%. براحتنا بقى ربع ساعه نص ساعه لحد ما ايه، انت هتلاقي نفسك تعبت او رجليك بتعمل حاجه هي مش متعوده عليها، بس على فترات تتعود واكتر واكتر الوقت هيزيد. فطبعا احنا مش في مقدرتنا ان احنا يبقى عندنا السرير ده لانه غالي جدا، بس نقدر ان احنا نعمل نفس الفكره بالظبط بس بحاجات بدائيه وحاجات رخيصه جدا، بس هتعوز مساعده من ايه؟ من حد، من اخوك، والدك، حد اتنين بالظبط ان انت هتعوز منهم مساعده. ايه الفكره؟ انا فكرت انا والدكتور صاحبي في اول العلاج ده ان الموضوع لازم ان انا استمر، مش مجرد ان انا اروح اعمل جلسه في علاج طبيعي في المستشفى وخلاص كده، لا ده هو لازم برضو ان اللي انا بعمله في المستشفى اعمله في البيت عشان علاجي يستمر. فكرنا بفكره، طبعا كانت فكرته هو الاول وانا نفذت. فكرنا الفكره هي ايه؟ بدل ما هنجيب السرير، السرير ده غالي جدا، فلا احنا ممكن نعمل نفس الفكره بالظبط ونفس الموضوع بالظبط، بس بحاجات زي ما قلت لحضراتكم بدائيه، اللي هي انا عملت ايه بقى؟ انا كنت عامل الفكره دي في 2012 بس باظت، انا هعمل واحده جديده عشان اوريكم ازاي بتتعمل، وزائد ان انا هجربها على نفسي عشان اوري الناس ازاي تستخدمها. فايه بقى هي الفكره؟ جبت زي خشبه باب شقه عادي جبتها وعملت لها يعني بكلمك كويس زي نجدتها مثلا او حطيت لها جلد ان هي تبقى عشان احنا يعني ايه، ثانيه واحده اقرب لكم الكرسي بتاع العربيه.
ان احنا يعني ايه بنحط ظهرنا عليها كده مش باين في الكاميرا. ثانيه واحده. ان احنا بنحط ظهرنا بنفضل ظهرنا عليها كده ونتربط من هنا وهنا والخشبه تثبت على الحيطه. بنجيب الخشبه دي ونعمل ننجتها او نعملها بجلد ونجيب حزام امان بتاع عربيات. حزام الامان ده اهو ماشي. وبنربط واحد كده وواحد كده وواحد بنثبته في الخشبه ونتربط بيه ونروح محطوطين على الحيطه. الموضوع ده مش ممكن مثلا ما يكلفش كتير، ما يكلفش مثلا في حدود 500 جنيه ولا حاجه ونستخدمه مدى الحياه. فانا طالع اقول لكم ان الفكره دي مهمه جدا جدا للناس اللي سالتني ازاي ان انا قدرت ان انا احمل على رجلي واقف على رجلي. ده كان يعني من اكتر التمارين مهمه جدا جدا جدا، مع طبعا مع تمرينات العلاج الطبيعي. التمرين ده مهم جدا، انا حامل على رجلي ده مهم جدا 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 لجميع اي حد مصاب او مستخدم كرسي متحرك. يعني انا اسف مش بقول مثلا ان انت مش هتقول لا ان شاء الله كله هيبقى كويس وان شاء الله كله هيبقى زي الفل وان شاء الله كله هيمشي على رجليه تاني. حتى لو بقول الكلمه دي على طول، حتى لو احنا ما مشيناش على رجلينا فعليا، لازم نعمل حاجه في حياتنا ان احنا نقدر نقوم بحياتنا وبمجهودنا وان احنا نقدر ننجح في حياتنا. مش لازم مجرد المشي على الرجل هو ده النجاح للناس المصابه. فالتمرين ده مهم جدا للناس اللي بتفضل قاعده والناس اللي بتفضل نايمه عشان ما يحصل لهمش ضمور في العضلات او الحجم، لان العضله اما بتسترخي خالص ممكن مع الوقت يحصل لها ضمور. فلازم نحرك رجلينا، لازم نعمل التمرين ده، وان شاء الله قريب جدا قريب جدا جدا انا احاول ان انا اعمل الفكره دي وانفذها واصورها لحضراتكم ازاي انا عملتها بالتفصيل وهستخدمها على نفسي عشان اعرفكم ازاي هي بتستخدم. تمام. شكرا جدا جدا جدا، ومعلش انا طولت عليكم بس انا قلت ان انا افيد حضراتكم بالفيديو ده. شكرا.